مرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الأربعاء الموافق ل 15 يناير من عام 2020. خلال التعاملات الأخيرة رأينا تراجع شهية المخاطرة، وذلك بعد الإشارات التي تدل على أن التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستبقى، وذلك بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري. وأشارت هذه التقارير بأن الرسوم الجمركية، مجموعة من الرسوم الجمركية على الصين ستبقى حتى بعد نوفمبر المقبل. وأيضا أشارت بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس مجموعة من القواعد تحدد من مبيعات الشركة الصينية هواوي تكنولوجيز. طبعا هذا الشيء ضغط على الأسواق لنرى تراجع جماعي في مؤشرات الأسهم العالمية. وأيضا كما نعلم، على الرغم من أن اليوم هو توقيع المرحلة الأولى من هذا الاتفاق التجاري، وذكرت سابقا أن عدم امتثال الطرفين ببنود هذه الاتفاقية سيعيد الضغوطات من جديد إلى الأسواق. نلقي نظرة على تحركات أسعار الذهب وأيضا العملات. نبدأ بالحديث عن أسعار الذهب. شمعة الأربع ساعات الأخيرة تتلقى دعم إيجابي، ولكن الحركة نوعا ما حيادية. قد نرى ارتفاع إلى مناطق 1560 دولار للأونصة، ولكن هذه المناطق تعتبر مناطق بيع، وقد تعود الأسعار وتتلقى ضغط بيع عند هذه المستويات من جديد. وفي حال عادت وشهدت مزيد من التراجعات، يعتبر لدينا مناطق 1539 دولار للأونصة، هي مناطق شراء بالنسبة لأسعار الذهب. بالنسبة لتحركات العملات، ونبدأ باليورو مقابل الدولار الأمريكي على فترة الأربع ساعات. شمعة الأربع ساعات الأخيرة الآن تتلقى ضغط بيعي بالرغم من الارتفاعات الأخيرة التي رأيناها، إلى أن الزوج ما زال عليه الاختراق والثبات فوق مستويات الدولار 11.45 من أجل تأكيد استمرارية الصعود. تعتبر هذه المناطق مناطق مقاومة مهمة ومناطق بيع مع وجود خط بيع المسار الهابط. هذا بالنسبة لحركة اليورو مقابل الدولار الأمريكي وآخر تطورات الأسواق. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.